السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين تالتة ثانوي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص ماراثون الثانوية بدأ يا أستاذ، الهمة كده وحوش واثقين فيكم. أولا أنا آسف على الغمقان اللي في الصورة، عشان بس الشاشة تظهر مظبوط معاك، تمام؟ احنا مغمقين قصدي يعني. تاني حاجة يا هندسة، إن شاء الله هنبتدي مع بعض فرع التفاضل. أول درس ده أنا منزله لك على اليوتيوب، تمام؟ ليه؟ حضرتك بتقدر تشوف الدرس على اليوتيوب، تقدر تشوف هل أنت استفدت فهمت ولا لأ. لو كنت فهمت بتروح على المنصة، تمام؟ بتسجل، بتلاقي نفس الدرس ده بس بمحتوياته كاملة، بتلاقي فيديو تراكمي. أول ما تخش كده على الدرس بيظهر لك أول حاجة التراكمي بتاع الدرس ده، تاني حاجة بتلاقي شرح الدرس اللي انت هتتفرج عليه دلوقتي ان شاء الله، بعد كده هتلاقي فيديو حل تمارين مستوى اول اللي هو كتاب المعاصر اختر، هتلاقي بعد كده حل تمارين المستوى الثاني اللي هي ملزمة يلا نفهم المسائل اللي فيها افكار، لان الملزمة هتشوفها برضو هيبقى موجود معاك البي دي اف بتاعها، موجود فيها تمارين مستوى اول اللي هي تمارين كتاب المدرسة، وتمارين المستوى الثاني اللي هي أفكار الدرس محطوطة كلها في مكان واحد. خلاص يا باشمهندسين، عرفت نظامنا هيبقى ايه؟ الدرس هتخش عليه، لو في تراكمي هتلاقيني فصله، لو تراكمي كتير هتلاقيني فصله في فيديو لوحده مدته ربع ساعة 10 دقايق زي ما تكون، بعد كده شرح الدرس، بعد كده حل تمارين كتاب المعاصر، وبعد كده حل أفكار الدرس إن شاء الله. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة ومن أول السطر يا أستاذ، وبالله امشي معنا واحدة واحدة، احنا مفرمطين أولى وتانية ثانوي معاك يا حبيبي، واحدة واحدة إن شاء الله. قبل ما تشتغل يا باشمهندس أي مسألة اشتقاق دوال مثلثية، جميع الدوال المثلثية اللي هتشتقها لازم زاويتك تكون بالريديان، ما ينفعش تكون بالدرجات. من أول نقطة في التفاضل لآخر نقطة في التفاضل، أي مسألة فيها دالة مثلثية لازم سين بتاعتك تكون ريديان، يبقى علشان تشتغل لازم سيتا تكون بالريديان، خد بالك لازم سيتا تكون بالريديان. طب لو كانت جايالي بالدرجات، تعال أفكرك، كنت بتخليها ريديان إزاي؟ كنت بتقول سيتا راديان بتساوي سيتا درجة في باي على 180، يعني إن كان الراجل عطيلك زاوية والزاوية دي كانت بالدرجات حولها أنت، خليها باي على 180، وهدربك تستخدمها إزاي وفين. ما تستعجلش، ما تاخدش المعلومة وتطلع تجري. اللي أنا عايزك تعرفه إن الزاوية بتاعتك ما تكونش بالدرجات، لازم تكون بالراديان. خدنا السنة اللي فاتت ازاي نشتق الجاسيتا، تعالى يا باشمهندس كده نخش على المثال. في المثال ده هل قال لك ان السين بالستيني؟ ما قالش، يبقى انت تعتبرها دائري. لو ما قالش ان السين ستيني يبقى انت تعتبرها راديان على طول، راديان هي دائري يا شباب، الاتنين واحد، ماشي يا استاذ. تاني، لو بتقرأ المسألة وما قال لكش نوع الزاوية انت بتعتبرها راديان، حلو. طب انت حضرتك فاكر كنت بتشتق ازاي؟ لا يا استاذ، كنا بنشتق الزاوية الاول. اول حاجة نعملها نشتق الزاوية الاول، السين اشتقاقها بواحد والجايب اسمها جتا. السين دي كانت بالراديان يا استاذ لانه ما قالش، يبقى انت هنا واحد راديان، مفيش مشاكل. تعال هنا معايا، الصاد بتساوي جاسي حيث السين 60، عادي امسك المسألة، مسكتها، اشتق الزاوية الأول بواحد درجة والجايب اسمها جتا، حلو. اتفقت معاك ان التفاضل دايما او الاشتقاق دايما لازم يكون راديان، ما ينفعش يكون درجات، فانت بتروح على الحتة اللي اشتقتها مش الزاوية، الحتة اللي انت اشتقتها مش الزاوية. الزاوية لا، الزاوية دي ممكن 30 باي على 6 عادي، مش فرق خالص،
لان لو قلت لك جه 30 هتقول لي بنص، ولو قلت لك جه بايع 6 هتقول لي برده بنص، فدي مش فارقه. اللي فارق بقى القيمه اللي انا اشتقيتها. القيمه دي لازم تكون ريديان، فعلشان كده بقوم واخد الواحد ده محوله. لو معاك درجه تضربها في باي على 180 على طول، يبقى هنا يا استاذ في الحته دي كده هقوم حاطط باي على 180. يبقى ايه الباي على 180 دي يا استاذ؟ الزاويه كان اشتقاقها بواحد درجه وهي لازم تكون راديان، فانا حولتها. طيب تعال نشوف مثال. ان كانت صاد بتساوي جتا س، في الجتا يا استاذ كنا بنعمل ايه؟ نشتق الزاويه الاول بواحد والجتا سالب جا. هل فيها تحويل؟ لا، الزاويه هنا بالراديان. طب هنا هل الزاويه بالراديان؟ لا، ده قلس التاني. يبقى انت بتعمل ايه؟ بشتق الزاويه الاول والجتا بسالب جا، بس الواحد ده كان درجات يا استاذ، لازم احوله. حلو، برافو عليك. هيبقى ايه يا حبيبي؟ هتبقى المشتقه الاولى يا عم احمد بتساوي باي على 180، وما تنساش السالب اللي قدام. قلت لك برافو عليك، ممتاز. ركز في المساله دي كده يا هندسه. يا استاذ السؤال ده ج ص بتساوي جتا س، ازاي دي؟ هو مش المفروض ان ص بتساوي حاجه؟ هنا في معلومه مهمه جدا فاكرها؟ عيب عليك، مش فاكر اي حاجه. امتى الجا بتساوي الجتا؟ لما يكون مجموع الزاويتين 90 درجه. ها، قلنا في التفاضل تكون ايه بقى؟ باي على الاثنين يا استاذ، سامحني. هو ال 90 درجه قلنا ما ينفعش يكون 60، فلازم يكون دائري. يبقى الجا تساوي الجتا ان كانت الصادات زائد السينات دول قيمتهم بباي على الاثنين. عد السين دي يلا باشاره مخالفه، يبقى الصاد بباي على 2 ناقص سين. ممتاز يا ولا، انت عبقري. هات المشتقه الاولى يلا. يبقى المشتقه الاولى يا استاذ الباي على 2 ده رقم، القيمه اشتقاقها بصفر. حلو، سالب سين اشتقاقها بسالب 1، بس كده. كده انت حليت السؤال وملكت درجته. امتى جا تساوي جتا؟ اي مساله فيها جا تساوي جتا، يبقى الزاويه دي زائد الزاويه دي يساوي باي على 2. ما تحطش 90 درجه لاننا اتفقنا ما ينفعش شغل في التفاضل بالدرجات نهائي، لازم يكون راديان. نكمل؟ يلا بينا. كان يا استاذ بيتغابى عليا احيانا ويقول لي ان الصاد بتساوي جتا، المفروض ان المشتقه بسالب جا يا ابو حميد. صح يا هندسه. فين؟ فين هنا سالب جا؟ يعني انتوا ناويين تهبلونا ولا تشلونا؟ الاثنين يا حبيبي. طيب يلا بينا. يلا. ها، صاد بتساوي جتا س. فكره حل المساله دي هي لها عده طرق، بس اسهلها، اسهل حاجه فيهم انك ترسم مثلث الزاويه بتاعتك اسمها س، والجتا بصاد على 1، الجتا اللي هي مجاور على وتر. تقدر تجيب ده منين؟ من عمه في صغارس، الوتر تربيع ناقص ده تربيع. تمام يا باشمهندس، في مشاكل؟ قلت له لا. المشتقه الاولى بتاعت حضرتك الجتا بايه؟ بسالب جا. طب ما تطلع لنا بقى الجا من هنا، الجا الهبله طلعها من هنا. يبقى بما ان الصاد كانت بتساوي جتا س والمشتقه الاولى كانت بتساوي سالب جا س، رحت اطلع الجا. انت ايه يا حاجه؟ قالت يا ابني انا مقابل على وتر. قلت له ماشي كده يعني؟ قال ايوه. وين الاختيار الصح؟ جيم يا استاذ. يبقى جيم هو الاختيار الصحيح. يا رب تكون واضحه. حاجات يا شباب شوفوا مدى تفاهتها الا انك بتقف قدامها بجد. خلي دماغك كده تفكر بره الصندوق. انت مش اينشتاين ولا تعرف الافكار دي، بس كتر الحل والحاجه اللي انت ما تعرفهاش تسال فيها هتنمي راسك. مش معنى انك سمعت شرح الدرس المفروض تجيب التمارين من الجلده للجلده، لا، لازم يا باشمهندس تغذي راسك بافكار كتير. الناس بتوع الجرافيك دول اللي بيصمموا صور خياليه دي لازم يا هندسه يكون غذى راسه لحد ما وصل لمرحله الابداع، اخر حاجه الابداع.
في مهارات، في حاجات كتيرة كده، وبعد كده يبدع مع الممارسة كتير قوي. لو معانا ص بتساوي ظ س، اتفقنا ان الظ اشتقاقها ق تربيع س. يا استاذ قال لك نوع الزاوية؟ لا، يبقى ق تربيع س كده. طب لو كان قال لي ان الزاوية الكالبة دي يا استاذ بالراديان، عادي بالستين، يا اسف عادي. انت بتعمل ايه؟ بشتق الزاوية اهي، والظبط تبقى ق تربيع سيتا اللي هي اسمها هنا س. الواحد ده درجات لازم يكون بالراديان. طب ما تحولهن كده راديان، يبقى باي على 180. يا رب تكون الحتة دي واضحة معاك. يلا يا باشمهندس نشوف المسألة دي تطبيق اهوت. في ناس بصت للسؤال وزغرت له كده وقالت استاذ في جتة مضروبة في ظا، يبقى نقول الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. يا واد ادي لنفسك مهلة، ولا يا واد فكر كده، حب المسألة، حاول تحبها. ها الظا على ايه؟ الظا يا حبيبي ايه على ايه؟ الظا على جتة. طب ما انت يا هندسة يا هندسة يا هندسة لو كنت شلتها وحطيت القيمة وشلت دول ما كنتش دخلت في حوارات ضرب دالتين والأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى، وقعدت تعمل كده. تريس في السؤال، حاول تخليه في أبسط صورة، فكر كده في فكرة تجيب الحل على السريع. ماشي؟ هتتعب في الأول، هتقف كتير، اليوم كامل مش هتحل إلا 8 مسائل. معاك أنا في كل ده، بس مع كتر التفكير دماغك هتسرع في الفكره، هتجيلها بسرعه. ماشي؟ انت هتتعب في الاول، انت راكن يا حبيبي بقالك كام، انت شوف عندك كام سنه، انت راكن كل سنه بتنجح كده. ص شرطه بتساوي الجا مشتقتها بجتا يا استاذ، بس كده خلاص خلصت. يعني دي ده اشتقاقها، دي ده اشتقاقها. بعد كده الهندسه الكلام بقى الجديد، الإضافات الزيادة اللي عندك بقى السنة دي. الراجل هيعلمك إزاي تشتق الظبط. قلت له أيوة معاك، قول يا أستاذ. أولا أنت فاكر رسمة الظبط إيه؟ قلت له أهي دي رسمتها. طب إيه هدف رسمتها أن نعرفه أصلا؟ هدفه أنك تعرف فين الأرقام اللي ما ينفعش تعوض بيها، أنك تكون بتعرف تجيب المجال يعني. قلت له يا أستاذ هي مفتوحة عند باي على 2، دي كده باي، دي باي على 2، يعني عند باي على 2 يا أستاذ المسألة دي مفتوحة مش موجودة، فدي ينفع تعوض بأي رقم في الكون، أي رقم ما عدا يا أستاذ باي على 2 زائد نص لفة. كل ما تلف نص لفة أي رقم ينفع تعوض به ما عدا 90، زود كده 180 يبقى 270، زود 180 450، وهكذا. دي الارقام اللي ما ينفعش تعوض بيها سواء كانت موجب سواء كانت سالب. ده هدف انك تعرف الرسم. طب عايزين نعبقر مع بعض يا استاذ ونطلع مشتقة الظبط. الظبط دي عبارة عن جتا على جا، صح؟ صح. اللي قدامك ده ايه؟ اسمه. طب ما يلا نشتق الاسمه. المقام تربيع، حلو؟ المقام في مشتقة البسط، الجتا بسالب جا ناقص البسط في مشتقة المقام، الجا بجتا. إلى الآن في مشاكل؟ إن شاء الله لا. يبقى ص بتساوي جا في جا بسالب جا تربيع، جتا في جتا بسالب جتا تربيع، أهو السالب أهو على الجا تربيع يا أستاذ. لو أخذنا من فوق يا شباب السالب مشترك، حلو، اتبقى جا تربيع زائد جتا تربيع على جا تربيع. جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي 1 في سالب بسالب 1. سالب 1 على جا تربيع دي بإيه؟ دي بقتا يا أستاذ تربيع. فين السالب يا ولا؟ أهو يا أستاذ. يبقى على طول ومباشر، ما بتعملش انت الاثبات ده في الاختبار، ده اثبات عشان اعرفك هو جابه منين، انما انت ما بتعملوش. انت على طول مشتقة الظبط بايه يا هندسة؟ بسالب قتا تربيع يا استاذ. سالب قتا تربيع نفس الزاوية بحطها،
في مشاكل يا حبيب قلبي؟ ان شاء الله لا يا استاذ. في مشاكل يا هالة؟ لا. يعني ده يا استاذ ما بعملش بيه حاجه؟ لا ما بتعملش بحاجه. كل ده عشان اعرفك بس هم جابوها كده منين. انما اللي انت مطالب بيه كطالب، اما اقول لك الظا اشتقاقها بايه؟ بسالب قاء تربيع كده كده، ما بتعملش كل ده. بعد كده بيعلمك انت ازاي تجيب مشتقة القطة. قلت له ازاي يا استاذ؟ قال لك بسيطة ولا ركز كده. بص حضرتك، انت عارف ان القطة مقلوب الجا؟ قلت له ايوة. عارف ان رسمة الجا بيبقى لها قمة وقاع كده؟ قلت له ايوة يا استاذ عارف انا المعلومة دي. قال حلوة قوي. طيب القطة ما ينفعش نحسبها امتى؟ ايه قيم السين اللي ما ينفعش احطها جواها؟ قلت له بص يا ابو حميد انا اقول لك. قال قول اتفضل. قلت له الصفر ما ينفعش. ليه؟ لان جا صفر بصفر، لو انا قلبتها بقت رقم على صفر، رقم على صفر ده غير معروف، صح ولا لا؟ قلت له صح. قال وبالتالي جا 180 برضه بصفر، فمش هينفع نجيب المقلوب، وهكذا. فعشان كده قال لك ركز قوي يا هندسه، كله ينفع ما عدا باي نون، يعني كل ما تلف في نص لفه يا استاذ ما ينفعش. طيب اشتقاقها بايه؟ قال لك الصاد كان بتساوي ايه؟ قلت له قطه. اللي هي ايه يعني؟ واحد عجاه. ما اسمها ايه؟ اشتق يلا. قلت له المقام ضرب مشتقه البسط ناقص البسط ضرب مشتقه المقام، الجا اشتقاقها بجتا على المقام تربيع. جا في صفر راحت، اتبقى سالب جتا س على الجا تربيع اللي هي جا في جا. الجا تربيع جا في جا، حلو. سالب جتا تربيع على الجا، قلت له دي بسالب زطا يا استاذ. وهنا واحد على الجا، قلت له دي بقطا يا استاذ. فعشان كده الراجل قال لك على طول لما اطلب منك مشتقة القطة تقول لي بسالب قطة نفس الزاوية زطا نفس الزاوية. بس خد بالك لو الزاوية بتشتق اشتقها قدامهم، ماشي يا هندسة؟ تاني تاني بالراحة، مشتقة القطة بسالب قطة زطا. طب وده يا استاذ؟ لا ده ليك عشان تفهم بس، ده الاثبات جابوا الكلام ده منين، انما انت مطالب بالقيمة على طول. يبقى الظا بسالب قاسين زطا سين. اعرف يا باشمهندس الخطوات واعرف التفاصيل ركز فيها، الله اعلم ممكن الامتحانات تتغير نظامها، ما تبقاش اختر، ركز يا هندسه. ماشي يا استاذ نكمل. يلا لو انا عاوز بقى اشتق القا، قلت له يا استاذ القا دي حضرتك مقلوب الجتا. الجتا كانت القمة والقاع بتوعها هنا كده، شفت حضرتك؟ دي الرسمة بتاعتي، حلو قوي. الجتا ما كانتش بتنفع فين؟ الجتا هتكون بصفر امتى؟ قلت له عندي يا استاذ 90 جتا 90 بصفر، وعندي 270 يعني من 90 وكل ما تزود نص لف. فالراجل قال لك خلاص عزيز الطالب، يبقى القتا دي مجالها، مجال القتا هي كل الأعداد تنفع لكله ما عدا 90 زائد نص لفة زائد 90. 90 زائد نص لفة ينفع تعوض بأي حاجة ما عدا 90 زائد نص لفة، إنما المدى القيم بتاعتي هو ح فرق سالب واحد لواحد، المدى يعني النواتج. طيب اشتقاقها بايه يا استاذ؟ القا مقلوب ايه يا حبيبي؟ مقلوب الجتا يا ابو حميد. طيب دي اسمها تقدر تشتق؟ طلع عيب عليك. المقام ربعه، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، صفر في اي حاجة كنسلت، سالب في سالب بموجب. يبقى هنا جا س على الجتا تربيع هي جتا في جتا. جا على الجتا دي ظا يا استاذ، واحد على الجتا دي قا يا استاذ. يبقى على طول اول ما اقول لك مشتقة قا ايه تقول لي قا ظا، مشتقة القا قا ظا، ركز، مشتقة القا قا ظا.
دي كانت الحاجات الجديدة اللي كنا عايزينك تعرفها. ايه تاني الحاجات الجديدة؟ الزطا اشتقاقها ايه؟ قلت له اشتقاقها بسالب قطة تربيع يا استاذ. قال حلو قوي. تنفع امتى؟ ينفع عوض باي رقم في الكون ما عدا 90، وكل ما تزود نص لفة 90 ضف 180 بقى 270 ضف 180 450، او بالسوالب او الارقام اللي بالسالب زيهم. بعد كده خدنا القطع، قلنا ينفع نعوض باي رقم في الكون ما عدا الصفر وما تزود نص لفة، يعني 0 180 360 وهكذا. بعد كده خدنا القاء، وقلنا ينفع نعوض باي رقم في الكون ما عدا 90 ولما تزيد نص لفة. دول الكلام الجديد بتاعك يا هندسة، الثلاث صفحات دول. وبدأ يطبق مسائل بقى ويقلب في راسي. يلا نشوف. يلا انا عاوز من حضرتك المشتقة دي. قمت انت جاي قايل، بص يا عم احمد، حضرتك الجا اشتقاقها بجتها، حلو حلو، والزطا اشتقاقها بسالب قتا زطا. ايه ده يا استاذ؟ يعني انا ما اقولش ان الزطا جاء على جتا واشتغل المقام في مشتقة البسط، ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. لا 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 لا، انت الزطا اشتقاقها على طول بسالب قتا زطا، موضوع انتهى. ماشي يا ابو حميد. ها طب هنا، يلا يا هندسة وريني همتك. دول ضرب دلتين يا استاذ. قلنا في الاول بقى نهدى، صح؟ مش احنا قلنا نحل بعينينا كده الاول؟ ادي الجا والزطا دي عبارة عن جتا على جا، فدول راحوا مع بعض. بسط لحالك السؤال الاول، بسطه لنفسك عشان ما تتعقدش من التصفيات في الاخر. حلو، يلا اشتق. طيب اقول ان القا بقى واحد على جتا، ولا اقول قانونها عطول؟ لا قانونها عطول. بشتق الزاوية الاول، الزاوية اشتقاقها بواحد، خلاص القتا القا بقا زاوية يا استاذ. حلو. طب والجتا بسالب جا يا استاذ. بس كده بس كده. قال دي يا استاذ ده اسمه عادي بقى، ولا يهزك يا هندسة، انت هتخاف ولا ايه؟ ولا ها الاسم بنشتغل ازاي؟ المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، والله صف الأول يا أستاذ. قلت لك أنت رأيك إيه؟ لو شلنا القتا بقت واحد على جا، ولو شلنا القتا من تحت بقت واحد على جا، بقى في أقصر كتيرة كده. لأ صعب، خلينا كده أحسن. يبقى المشتقة الأولى المقام نربعه. حلو. المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط القتا بسالب قتا يا أستاذ سين زطا سين، حلو، ناقص البسط في مشتقة المقام، مشتقة المقام الواحد بصفر سالب القتا بسالب قتا زطا. مش فاهم؟ واحدة واحدة على المقام نربعه، واحدة واحدة يا باشمهندس. تاني، المقام تربيع في مشاكل؟ المقام في مشتقة البسط قتا بسالب قتا زطا، ناقص البسط اللي هو قتا في مشتقة المقام. ورحنا بقى الواحد ده خلاص، هنا في سالب وقتا بسالب، السالب في سالب بموجب قتا سين زطا سين. يلا يا باشمهندس نضرب دول. يبقى الصاد شرطة بتساوي سالب قتا زطا في واحد بسالب قتا زطا، سالب قتا زطا في سالب بموجب قتا تربيع سين زطا سين. حلو. ناقص قتا في قتا بقتا تربيع سين زطا سين على واحد ناقص قتا سين الكل تربيع. في حاجة زي بعضها نجمعها. قلت له أيوة يا أستاذ دي زي دي راحت. قلت لك ممتاز، برافو عليك، ايه النشاط اللي انت فيه ده يا ولاء؟ يبقى الناتج سالب قتا سين زطا سين على واحد ناقص قتا سين الكل تربيع. حابب تفك قوس تربيع اللي تحت وتجمع وتشوف ايه اللي هيحصل معاك؟ انت حر. حابب تسيبها كده؟ برضو انت حر. بدأنا يا باشمهندس في فكرة جديدة. لما يبدأ بقى
يحط لي مشاكل في السؤال. ركز كده قبل ما نحل المسألة دي. لو أنا جيت قلت لك ص بتساوي جا باي اتنين سين، وإيه الفرق بينها وبين ص بتساوي جا باي اتنين سين؟ بص يا عم أحمد، حضرتك هنا السين ده معاملها، السين هنا زاوية، مركز؟ ده معامل، ده زاوية. جا 90 بواحد، يبقى المسألة دي ص بتساوي س، يبقى المشتقة الأولى بواحد. طب المسألة دي، لا يا أبو حميد عيب عليك، دي حضرتك زاوية، بنشتق الزاوية الأول السين بالرقم اللي قدامها، والجاي يبقى اسمها جاتا. طيب كويس، أنت ركزت في دي؟ أيوة ركزت فيها. طب قول لي يا حبيب قلبي، لو كانت الزاوية مسألة، كانت جا، كانت جذر، كانت اسمة، كانت أي حاجة، بتمسك الزاوية أول حاجة تشتقها الأول. هنمسك الجا 5 سين أهي يا شباب، بنشتق الزاوية الأول والجا بتبقى جتا، ونحط نفس الزاوية يا أستاذ. كلام كويس. فأنا رحت لمسألتي قلت له أول حاجة بعملها بشتق الزاوية الأول، جا 5 سين، أنت اشتقاقك يا حاجة؟ قالت يا عم أحمد أنا بخمسة جتا 5 سين. فرحنا هنا قلنا مشتقة الزاوية 5 جتا 5 سين. طب حلو، وقا اشتقاقها بإيه؟ قالت أنا بقا ظا. قلت له كويس قوي، قا نفس الزاوية، ظا نفس الزاوية. ما توه يا باشمهندس بالله عليك، الموضوع بسيط قوي. بص حضرتك، هو بهرك، كل اللي عمله انه ابهرك بالسؤال، خوفك، عارف يخضك، قالك بكل بساطة الزاوية بدلها له حط مسألة خوفها. طب ما انا طالب ناصح وعارف ان الدالة المثلثية بشتق الزاوية الاول، الزاوية اول حاجة بشتقها جا 5 سين، اشتقاقها بخمسة جا بخمسة جتا 5 سين، بحط نفس الزاوية اهو، دي كده انا اشتقيت الزاوية. وقا اشتقاقها بقا نفس الزاوية، ظا نفس الزاوية، قا حطيت نفس الزاوية، ظا حطيت نفس الزاوية. يبقى نغيرها لك باللون عشان لما تيجي تذاكر اهو يا هندسة، ولا يهمك. تمام يا أستاذ، تعال نتدرب أكتر. ها شوف، جاب لك مسألة جذر، ما حطش دالة مثلثية بقى، حط لك جذر عادي ولا يهزك يا ابني، انت بتخاف. ها المشتقة الأولى بروح على الزاوية عايز اشتقها، ده جذر، كان مشتقته واحد على اتنين الجذر نفسه فوق مشتقة ما بداخله. اشتقت الزاوية، جذر تربيعي واحد على اتنين الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. في مشاكل؟ ان شاء الله لا. في الزطة اشتقاقها بسالب قتا تربيع نفس الزاوية، فعلشان السالب ده ما يرعبكش او تفصل المسألة بيه، خده يا باشمهندس شيله من هنا خالص وحطه قدامنا، يبقى الناتج سالب، الاتنين راحت مع الاتنين، سين على جذر سين تربيع زائد اتنين قتا تربيع جذر سين تربيع زائد اتنين. اعتقد ان المسألة حلوة بس عايزة هدوء في الحل. طب لو دخل لك زاوية منتسبة في الموضوع، ما تتخضش، ما تخافش، باي ناقص زاوية باي ناقص سين يعني ده كده ربع تاني. هل ده مكان القتا؟ افتكر كنا بنقول ايه، الكل هنا بالموجب وهنا جبار ظالم جاته داهية تاخده، او كل جميلة ظريفة جاتها عريس ياخدها. الجادي مقلوبها قتا، هي موجبة، هي جا والقتا في الربع التاني، كل واحدة ومقلوبها موجبة فيه. فرحنا هنا يا أستاذ قلنا له يبقى دي في الربع بتاعها، يبقى أصلها كانت قتا تكعيب 2 سين. حلو كده؟ حلو. ليه؟ عشان ده مكانها، ده أصلها، أنا ما اشتقتش، ده أنا نسبتها. قلت له 180 زي ما خدنا في التراكمي، أستاذ ما بتأثرش. حلو، بتحدد ربع بس، ما بتقلبش المسألة. لو كانت 90 كانت خلت الجا جتا والجتا جا. كويس يا باشمهندس. طيب تتصرف حضرتك هنا ازاي؟
قلت له تعالى بقى افهمك حاجه، في فرق يا ابو حميد ما بين دي ودي، دي غير دي. طب ديت معناها ايه؟ دي معناها القتا كلها اس 3، حلو، انما دي معناها السين بس هي اللي اس 3. يعني لو حبينا نشتق المساله دي هتبقى 6 سين اس 2، بشتق الزاويه دي، وقتب سالب قتا نفس الزاويه، زطا نفس الزاويه، حلو ان شاء الله. طب هنا لا يا استاذ، بنزل الاس وبطرح منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس، ده قوس، بقى اشتق اللي جواه، بقول له بشتق الزاوية الأول وقتا بسالب قتا نفس الزاوية زطا نفس الزاوية، يبقى النتيجة كلها طلعت 3 في سالب 2 بسالب 6، قتا تربيع 2 س في قتا 2 س في زطا 2 س، قتا في قتا بقتا أس 3، يبقى قتا أس 3 2 س زطا 2 س. يا رب تكون واضحة يا هندسة. ها يا باشمهندس، أوجد ميل المماس. اتفقنا، الميل يا أستاذ هو مشتقة أولى، الميل معنى مشتقة أولى. طيب أنا هعوض في المشتقة الأولى بس عشان أجيب لك الميل. المشتقة الأولى يبقى 2 القتا بسالب قتا أو الزطا بسالب قتا تربيع س. طب وقا بقازا يا أستاذ، هنعوض يلا بال 45، يلا يا موز، يبقى سالب 2 قتا 45، ده بجذر 2 أس 2 تبقى ب 2، ق 45 بجذر 2 ز 45 ب 1، يبقى سالب 4 زائد 2 يطلع الميل بسالب 2. ده لما عوضنا بباي 4 لانه قال لك عوض بال 45. لو جالك جوه الداله مساله، دي اللي بنسميها يا استاذ تراكيب، دي بنسميها تراكيب، يعني دي كان اصلها في داله اسمها س وفي داله اسمها ج س، وهو عاوز منك دال بعد ر، فقمنا ماسكين الجا حاطينها جوه هنا بقى اسمها دال جا س. ده معنى السؤال ده، اهو ده معنى كده. من غير عقد بنشتقه ازاي؟ تخش على الدال تشتق اللي جواها، الجا اشتقاقها بجتا، وتحط على الداله شرطه وتشتق الجهه الثانيه. شفت انا ما جيتش جنب اللي جوه، سايبه زي ما هو. الزابقه تربيع يا استاذ، يبقى دالة شرطة جا س دي قيمتها بتساوي ق تربيع س على جتا س. جتا تطلع من تحت لفوق يبقى اسمها ق، يبقى ق تكعيب س يا استاذ. يا رب تكون واضحة معاك يا هندسة. في المثال ده بيقول لك أنا عايز د بعد ر، مركز ما تخافش، ما تخافش من المسألة. قلت له دي هي هيها يا استاذ، دال حط جوه منها الداله ر، ده معناها عاوز تشتقها يبقى دال بعد ر شرطه، بنشتق الداله ر اهوت ودال شرطه ونحط هنا الداله ر، مفيش اي مشاكل. ر شرطه بكام؟ ازا اشتقاقها بقى تربيع يا استاذ، حلو، فين دال شرطه؟ قلت له اهي، قال بدلها وحط قيمتها، بس شيل السينات اللي فيها وحط الداله ر. هروح اشيل دي كده واحط الداله ر اللي هي عباره عن ايه؟ ز تربيع س. واحد زائد ز تربيع س دي بايه؟ بق تربيع س يا استاذ. فدول راحوا مع بعض يبقى الاجابه واحد. والله ما فهمت حاجه يا استاذ. تاني عشان انا معاك ان دي صعبه. دال بعد ر س، قلت له معناها الداله دال حط جواها الداله ر. تعال نشتق الطرفين كده، بنشتق اللي جوه الاول والداله دال بنحط عليها شرطه وبنسيب اللي جوه زي ما هو. ر شرطه بكام؟ ر شرطه دي بقى تربيع س، حلو،
دال شرطة بكام؟ هو قال يا أستاذ بواحد على واحد زائد سين تربيع. قال لك لا، ده انت بتشيل السينات وتحط الدالة ر. قلت له يعني حط هنا ز تربيع سين. قال حلو، واحد زائد ز تربيع. قلت له ق تربيع، يبقى هنا ق تربيع سين في واحد على ق تربيع سين، دول راحوا مع بعض. ايوه الناتج واحد. طب يا هندسة، ها ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كنت مركز في التراكمي. ايوه يا عم احمد، ده قانون ز ضعف الزاوية وده قانون جا ضعف الزاوية. ابدأ اشتق. قلت لك اشتق ايه؟ مشتقة الاولى بنشتق الزاوية الاول والزابقة تربيع. طب وهنا بنشتق الزاوية الاول والجاه بجاتها نفس الزاوية. بس كده مش مانس، هو ده الدرس الاول، وكده يعتبر كلمتك في كل اساسيات الافكار. نتقابل ان شاء الله بقى مع حل التمارين. اشوفك على خير. سلام عليكم.